معاكم، ولكن خلينا قبل ما نستعرض فقراتنا النهارده نطمن على حاله الطقس من دكتور علي قطب. صباح الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذه مها. اهلا بيك. طمنا دكتور على حاله الطقس كده، ويعني احنا ملاحظين ان في الحمد لله تحسن نسبي في درجات الحراره، بدا يبقى في اعتدال ملاحظ في درجه الحراره لحد ما. بالطبع فعلا في تحسن في الاحوال الجويه واستقرار على مدار هذا الاسبوع ان شاء الله، بيتمثل في ارتفاعات تدريجيه في درجات الحراره. في سطوع لاشعه الشمس معظم ساعات النهار بيتخللوا كميات من السحب المنخفضه والمتوسطه لتظهر على المناطق الساحليه والوجه البحري والقاهره في شمال مصر. طبعا هذه السحب بتتكاثر احيانا في الساحل الشماليه، لكن لا تعوق ارتفاع درجه الحراره، وبالطبع نلاقي درجه حراره الارتفاعات التدريجيه دي هتصل ذروتها يوم الاربعاء ان شاء الله الى 28 درجه مئويه. نقدر نقول ان الظاهره المؤثره خلال فترات الليل هتبقى الشبوره المائيه، وان كانت هذه الشبوره متكاثره في او كثيفه في السواحل الشماليه والوجه البحري بتقل على محافظه القاهره ومناطق شمال الصعيد، بتزداد ايضا في مدن القناه، وده وفقا للطبيعه الجغرافيه اللي موجوده فيها والمزروعات والمسطحات المائيه. بنقدر نقول ايضا ان هذا الوضع ده مش الطبيعي، الطبيعي ان متوسطات درجات الحراره حوالين من 20 ل 22 درجه مئويه بتصل في نهايه الشهر الى 25 درجه مئويه، لكن لما نلاقيها خلال هذه الايام تصل الى 27 درجه وممكن 28 درجه فده ما بيبقاش طبيعي، ده ياكد لنا ان الشتاء لسه موجود باقي منه حتى نهايه هذا 20 من هذا الشهر، فيبقى الحرص كل الحرص في فترات الليل من عدم تخفيف الملابس، او ممكن نخفف الملابس اثناء النهار اثناء الحركه، ولكن تخفيف بحذر، بمعنى ان انا لو قاعد بعيدا عن اشعه الشمس هحس بالبروده، ولو قاعد في ظل اشعه الشمس هحس بالدفء، فعشان كده احنا بنوصف الطقس بطقس مشمس دافئ معظم ساعات النهار، لكن لما نيجي نبعد عن اشعه الشمس هنحس بهذه البروده. ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك ده الوضع بيستمر معانا يوم الاربعاء اللي هو بعد غد ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكر حضرتك دكتور علي قطب على المداخله.